طيب السلام عليكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايم. فيديو جديد، فيديو النهارده عباره عن نسخه جديده. نسخه النهارده نسخه مش بتهنج حرف، مش بتهنج الفيروس الجديد اللي ام بي سي 3 ده على اسمه، مش بتهنج اي حاجه في المجال ولا بره المجال. ونسخه بجميع مميزات البلس، نسخه قابله للتعديل، نسخه تعديل على دلتا واتساب. ما نزلتش انا نسخ دلتا قبل كده، فحبيت ان انزل لكم نسخه دلتا واتساب. تمام، بس انا بنبدا يا برو في شرح النسخه. صل على النبي، اشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس عشان يصلك اشعار بكل جديد بنزله. تمام، خش في شرح النسخه على طول يا برو. نسخه يا برو هتفتح معاك بالواجهه دي كده، دي واجهه النسخه بتفتح معاك. تمام، شايف شكلها عظم ازاي، كل حاجه مفصوله عن بعضها. تمام، عندك هنا يا برو عايز تقفل شتات، عندك ايقونه البحث. تمام، خش يا برو نشوف ابوات النسخه على طول. تمام يا برو، ده ابوات النسخه اهو. نرجع كده يا برو، نخلي النسخة مثلا الداكن، هنشوف شكلها بالداكن عامل ازاي. تمام يا برو، تمام شايف يا برو شكل النسخة بالداكن عامل ازاي. جايب النسخة بتهنكش وهوريك كل ده دلوقتي، نقول له كانسل كده. تمام، عندك يا برو ثواني، عندك هنا عايز تشغيل، عايز تستر النسخة وتشغيل رقم غير محفوظ، فبتكتب الرقم والرسالة وبتديله على طول الرسالة على طول. تمام، عندك يا برو بقى نخش الميزات على طول. عندك هنا المزاد كلها على طول اهي. هنا عايز بقى تخليها دارك او تخليها اللون العادي اللي انت عايزه يعني، او ابيض عادي او كده. تمام، تمام، عندك ابرول البرايفسي كله هو كامل، اخفاء اخر ظهور، اخفاء رساله محوله، كل مزاد البلاس. تمام، بكابر ستور على سيف ملف بسرعه. وهنا عندك الالوان، غير براحتك بقى فيها، والستايل الايموجي بقى ونوع الخط والكلام ده كله. فالوسط من معرض الناس حطيته يستعرض ملف السرعه. الاعدادات يا برو عايز تخليها انجلش والكلام ده كله، عايز تنضف في النسخه، كل ده مزاجك بقى. تمام، عندك هنا برو الواجهه، برو عايز دلتا وعايز الواتس العادي. تمام، عندك هنا دي واجهات برضو. تمام، خطوط بقى برو، كل حاجه بقى انت بص مع نفسك كلها ومميزاتها برو. تمام، عشان ما نطولش بس الفيديو كده. تمام، نخش هنا كده برو السمات يا برو، فيها متجر سمات شغال، تعال نجيب مثلا سمات. تمام، حط اي سيم يا برو شغال عادي، متجر سمات شغال مفيش اي مشكلة. تمام، عندك هنا الويدجت ملناش دعوة بيه. تمام، عندك بقى برو هنا الوان نسخة بالعكس تعدل فيها وبراحتك بقى. تمام، كل دي مميزاتها برو، تخش تشوفها انت بنفسك. تمام، شايف الشكل عملناه ازاي بعد ما غيرنا الواجهة وكده. تمام، خش في برو على طول بقى النسخة من التهنيج وكده، اوريك شكل النسخة تهنيج شوية. تمام، عندك هنا برو تذكر سريع في النسخة، طبعا النسخة فيها تذكر وشغال 100%. تمام، ده الفيروس الجديد برو، بس مش عارف اعمل ريبلاي عليه ان انا خارج المجموعه دي وكده. تمام، بس هو برو الفيروس مفيش اي حاجه يعني تنكش منه خالص. تمام، نرجع برو كده نوريك بقى برو بتهنكش في النكتات ولا بتهنك. تمام برو، بص يا برو ممكن النكتات اهي، فيروس الاشعارات والخريطه وفيروسات جديده وقديمه، كل الفيروسات هتروح لك هنا. تمام اهو، تمام كله شغال يا برو، مفيش اي تنك خالص. النسخة عظمة يعني يا برو، تدخل بقى حفلة تحفل بيها اللي انت عايزه، كله شغال. جايب النسخة يا برو لو انت بره المجال برضه هتشتغل بيها، مش حوار يعني. تمام، طبعا يا برو النسخة جنب المتجر، جنب اي نسخة معاك. تمام، من عاد توجيه مثلا لدول نرميهم من جديد اهو يا برو. بص يا برو النسخة بترمي ازاي، مفيش اي تهنيك خالص. تمام، نسخة طلقة زي ما انت ما شايف كده يا برو، حاجة عظمة يعني. تمام، التذكرة برضه متحرك يعني، حاجة عظمة فشخ يعني. تمام، تمام، النسخة برضه برو بتسرع ستوري، بس انا ما عنديش ستوري عشان ده في ملف بسرعة وكده. تمام، عندك هنا برو بقى لو عايز تقص فيديو اي حاجة انت عايزها تعملها هنا، ودي اختصار الاعداد على طول. تمام، كلها مميزات برضه برو اللي انت عارفها، وانا عايز تكتب ستوري او دي الاعدادات. ثواني، ذات الحالة بقى برو كل حاجة موجودة في النسخة. بص هنا كده تاني، عندك هنا برو ايه ده، وانت ثواني تفتح ثواني، عندك هنا دول الغاء ماشي، لسه رقم غير محفوظ وكده. فالنسخة كل حاجة شغالة انا برو، مفيش اي تهنيك خالص. وزي انت شايف برو النسخة عظمة. بس يا اخويا ده كان فيديو النهاردة، متنساش بقى برو تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك وكومنت لو عجبك الفيديو. يلا اخواتي اشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام.